عمت الأجواء مشاعر الترقب، وامتلأت مدرجات الملعب بمشجعين يرتدون قميص الاتحاد الأصفر والأسود. الاتحاد والهلال، عملاق الكرة السعودية، في صراع محتدم على الصدارة. كانت الطاقة ملهبة والرهانات عالية جدا، وعندما أطلق الحكم صافرة النهاية كان الهلال هو من يحتفل بفوز صعب. أما بالنسبة للاتحاد ومشجعيه الأوفياء فقد اجتاحت الملعب موجة من خيبة الأمل. كانت الخسارة موجعة، حبة مرة يصعب على فريق يطمح للفوز بالبطولة ابتلاعها. ومع ذلك، ووسط خيبة الأمل، ظهر بصيص من الأمل. كانت رسالة محمد نور لجماهير الاتحاد بسيطة لكنها عميقة. لقد خسرنا مباراة وليس المعركة كما أعلن. كانت كلماته بمثابة نداء حاشد ودعوة للتكاتف للاعبين والمشجعين على حد سواء. لقد أقر بألم الهزيمة لكنه شدد على الصورة الأكبر. فالموسم لم ينتهي بعد، وهذه النكسة مهما كانت محبطة يمكن أن تكون حافزاً للنمو. لقد تجاوزت رسالة النور الكلمات المعتادة بعد المباراة. لقد لامست قلوب المشجعين لأنها جاءت من مكان مليء بالحب الحقيقي للنادي. لقد كان أسطورة، رجل يجسد روح الاتحاد ويذكر الجميع بأن الأبطال الحقيقيين لا يعرفون بكيفية سقوطهم بل بكيفية نهوضهم من جديد. شكل تفاؤل النور تناقضاً صارخاً مع الانتقادات التي وجهها لاعب كرة القدم المصري السابق أحمد ميدو. فقد شكك ميدو، المعروف بصراحته، في عقلية الفريق وقدرتهم على مواجهة التحديات، وأشار إلى أن اللاعبين يفتقرون للقوة الذهنية للتغلب على الشدائد مما يعيق تقدمهم. لقد سلط هذا النقد، على الرغم من قسوته، الضوء على أهمية المرونة النفسية في الرياضة وكيف يمكن أن تكون مفتاح النجاح. أثارت تعليقات ميدو، على الرغم من إثارتها للجدل، نقاشاً واسعاً حول دور العقلية في تحقيق النجاح وأهمية التحلي بالإيجابية. ففي حين أن الموهبة والمهارة أمران مهمان بلا شك، إلا أن القدرة على النهوض من جديد بعد النكسات والحفاظ على الإيمان حتى في وجه الشدائد هي ما تميز الجيد عن العظيم. لقد أقر نور من خلال رسالته ضمنياً بهذه الحقيقة، مشدداً على أهمية التفاؤل، واختار التركيز على تعزيز بيئة إيجابية ومرنة، مدركاً أن هذا سيكون أمراً حاسماً في تجاوز التحديات المستقبلية وتحقيق النجاح المستدام. يزخر تاريخ الرياضة بأمثلة عن فرق ورياضيين حولوا الهزائم الساحقة إلى عودة ملهمة، حيث تتجلى روح المثابرة والإصرار في أبهى صورها. فريق بوستون ريد سوكس عام 2004، بعد تأخره بثلاث مباريات نظيفة أمام غريمهم التقليدي نيويورك يانكيز في نهائي الدوري الأمريكي، حقق عودة تاريخية بالفوز بأربع مباريات متتالية ليحسم اللقب، مما جعل هذا الإنجاز أحد أعظم اللحظات في تاريخ البيسبول. لقد أصبحت مرونتهم ورفضهم لقبول الهزيمة أحد أهم القصص الملهمة في تاريخ الرياضة، حيث أظهروا أن الإيمان بالنفس والعمل الجماعي يمكن أن يحقق المستحيل. في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1980، واجه منتخب هوكي الجليد الأمريكي المكون في الغالب من لاعبين هواة وطلاب جامعيين المنتخب السوفيتي الذي بدا وكأنه لا يقهر، مما جعل التحدي أكبر. كان السوفييت الفائزين بالميدالية الذهبية الأولمبية في الدورات الأربع السابقة مرشحين بقوة للفوز، وكان الجميع يتوقع انتصارهم. ومع ذلك حقق الأمريكيون الشباب المدفوعون بإيمانهم الراسخ بأنفسهم واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ الرياضة بهزيمة السوفييت والفوز بالميدالية الذهبية، مما أثبت أن العزيمة والإصرار يمكن أن يتغلب على أي تحد. القسم الخامس، قوة الإيمان، تحويل النكسات إلى خطوات نحو النجاح. إن ما توضحه هذه الأمثلة هو القوة التحويلية للإيمان،
فعندما يؤمن فريق أو فرد حقاً بنفسه وبقدرته على التغلب على الشدائد، فإنه يستمد من ينبوع المرونة الذي يمكن أن يدفعه إلى آفاق غير مسبوقة. تصبح النكسات، بدلاً من اعتبارها عقبات لا يمكن التغلب عليها، فرصاً للنمو والتعلم وتجديد الشعور بالهدف. لقد كانت رسالة النور لجماهير الاتحاد شهادة على قوة الإيمان هذه. لقد أدرك أن القوة الحقيقية لا تكمن في غياب الشدائد، بل في القدرة على التغلب عليها. كانت رسالته بمثابة دعوة للتحرك، ودعوة لتحويل خيبة الأمل إلى دعم لا يتزعزع، والاستخدام ألم الهزيمة كوقود للمعارك القادمة. القسم السادس، بناء عقلية فائزة، دروس من مسيرة الاتحاد. إن مسيرة الاتحاد هذا الموسم تشبه إلى حد كبير مسيرة الفرق والرياضيين الذين تم ذكرهم سابقاً، تؤكد على أهمية تنمية عقلية فائزة. هذه العقلية لا تتعلق بالابتعاد عن التحديات أو التظاهر بأن النكسات لا تؤلم، بل تتعلق بالاعتراف بالصعوبة واحتضان الكفاح والخروج أقوى من الجانب الآخر. تبنى هذه العقلية على أساس من الإيمان الراسخ والالتزام المشترك بهدف مشترك، وفهم أن الرحلة لا تقل أهمية عن الوجهة. إنها تتعلق بتعزيز بيئة يشعر فيها اللاعبون بالدعم، وحيث يتم تشجيعهم على تجاوز حدودهم، وحيث يعلمون أنه حتى في مواجهة الهزيمة فإنهم يحظون بدعم زملائهم في الفريق ومدربيهم ومشجعيهم. القسم السابع، الجماهير هي اللاعب رقم 12، دعم لا يتزعزع في وجه الشدائد. في هذه الرحلة لا يمكن المبالغة في تقدير دور المشجعين. إن طاقة الجماهير والدعم الذي لا يتزعزع حتى في وجه الشدائد يمكن أن يوفر دفعة معنوية كبيرة للاعبين. لقد أقر نور في رسالته بهذا الدور الحاسم الذي تلعبه جماهير الاتحاد، ودعاهم إلى الاستمرار في أن يكونوا اللاعب رقم 12 في الفريق، وأن يكونوا مصدراً للقوة والإلهام مع تقدم الموسم. إن العلاقة بين الفريق ومشجعيه علاقة تكافلية، يستمد اللاعبون الطاقة من الجماهير ويتغذون على شغفهم ودعمهم الذي لا يتزعزع، وفي المقابل تجد الجماهير الإلهام في التزام الفريق ومرونته وسعيه الدؤوب لتحقيق التميز. القسم الثامن، النظر إلى الأمام، طريق التعويض وروح البطل. مع تقدم الاتحاد من المؤكد أن الطريق أمامه سيكون مليئاً بالتحديات. ستكون هناك لحظات من الشك ونكسات تختبر عزيمتهم، ومع ذلك إذا تمكنوا من احتضان روح رسالة النور، وإذا تمكنوا من توجيه الدعم الذي لا يتزعزع من جماهيرهم، فسيكون لديهم القدرة على تحقيق أشياء عظيمة. إن الخسارة أمام الهلال على الرغم من كونها مؤلمة لا تحدد موسمهم. ما يهم الآن هو كيفية استجابتهم وكيفية استخدامهم لهذه التجربة للتعلم والنمو والعودة أقوى. إن المقياس الحقيقي للبطل لا يكمن في عدد الجوائز التي يرفعها، بل في قدرته على التغلب على الشدائد والارتقاء فوق التحديات وعدم الاستسلام أبداً لأحلامه. القسم التاسع، الخاتمة، الإرث الدائم للروح الرياضية والمرونة. في سجل الرياضة الحافل تعد الانتصارات والهزائم مجرد خيوط تشكل معا السرد الغني للمنافسة والروح الرياضية والروح البشرية التي لا تقهر، التي تتجلى في كل مباراة وكل لحظة. إن رسالة محمد نور التي ألقاها في أعقاب خسارة محطمة للقلوب تعد بمثابة تذكير مؤثر بأن العظمة الحقيقية لا تكمن في غياب النكسات، بل في الشجاعة للارتقاء فوقها وفي القدرة على تحويل الألم إلى قوة. إنها شهادة على القوة الدائمة للإيمان وأهمية المرونة والعمل الجاد الذي لا يتوقف، والروح التي لا تتزعزع التي تربط الفريق بمشجعيه معا سعيا وراء هدف مشترك، هدف يتجاوز حدود الملعب. وبينما يشرع الاتحاد في باقي رحلته، فإنه يحمل معه آمال وأحلام قاعدة جماهيرية شغوفة، مستوحاة من كلمات أسطورة، ومستعدة لمشاهدة فريقها ينهض من جديد
أقوى وأكثر تصميماً من أي وقت مضى. هذه هي الروح التي تجعل الرياضة أكثر من مجرد لعبة، بل تجربة إنسانية عميقة.